يا عباد الله، يا إخوتي، إن دور المنبر هذا الذي نصعد عليه نحن مؤتمنون بأمانة الله، والله إني قادر لأن أصعد على أعواد هذا المنبر وأجعل عيونكم تدمع وقلوبكم تخشع، وأحدثكم عن غرائب الحكاية والقصص، وأضعكم في حالة من انعدام الوزن وأنتم تعيشون حالة تهويل وحالة خيال. إني قادر على مثل هذا، قادر على آتي لكم بحكاية من الماضي تحرك مشاعركم وتدغدغ عواطفكم، وقادر على أن أستجلب لكم صورا من الغيب تجعلكم في حالة استغراب واندهاش تخرجون وأنتم يحدث بعضكم بعضا. ولكن أكون قد خدعتكم وأكون قد غششتكم، كيف يمكن لي أن أحكي حكاية لإنسان وسكين الجزار على عنقه ستجزها وتقطعها؟ كيف أهدهد أبناءنا وصغارنا بالحكاية والقصص وهناك من يسكب البنزين حول غرف نومهم لإشعالها وإحراقها؟ كيف أشغلنكم بالغيب وأنتم في عالم الشهادة تدمرون، تحرقون، تجتثون، تبادون؟ كيف؟ كيف؟ إن طرح القضايا الهامشية أو الغيبية أو ما فوق السماء أو ما تحت الأرض أو القصص أو الحكاية في وسع أي إنسان، وإني لفارس هذا الميدان وإني لا أملك زمام وناصية اللغة، ولكن أكون قد غششت. إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صعد أعواد منبره كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، أي يحذرهم من أعدائهم، من مؤامرات المنافقين، من دسائس المخاتلين، من كيد وحقد الأعداء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة، كان يقول صبحكم ومساكم، أي العدو، أي انتبهوا، أي افهموا، أي انهضوا، فلا يمكن أن نعطي رسالة المنبر من أجل أن ترضى أفكار القاصرين أو تقنع عقول غير المهتمين والمبالين الذين يأتون إلى الصلاة وهم يتسحبون في نص الخطبة، يأتون وكأنها فض حتب، يأتون وكأنها حمل على أكتافهم، يريدون أن يؤدوا العشر دقائق ويعودوا إلى ماذا؟ إلى ذلهم، إلى ما هم فيه، إلى التيه الذي نعيش، إلى المؤامرة التي نحيا. يا عباد الله، يا عباد الله، يا عباد الله، لو وقفنا ليل نهار نصلي ونركع ونسجد، لو أدينا كل الطقوس العبادية، لو سحبنا الأذكار والأوراد وقرأنا الختم والمصاحف، ويم الله، ويم الله إن لم يأخذ كل منا دوره في الذود عن حرمات الأمة وفي الدفاع عن عقيدتها ودينها وأرضها وعرضها، وأن نفكر بتحرير المقدس وبتطهير ما أخذ منا من أرض ومقدسات، فنحن على لا شيء، نحن على لا شيء، نحن على لا شيء، صدقوني نحن على لا شيء. اسمع إلى هذا الحديث المخيف، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقال له ما فعلت في الدنيا؟ فيقال يا رب صليت كذا. هذا ليس كلامي، هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. يقول له ما فعلت، ما فعلت في الدنيا؟ يقول يا رب صليت كذا وصمت كذا وأنفقت كذا وحججت كذا. فيقول الله عز وجل لهذا العبد هل واليت في أحدا؟ هل عاديت في أحدا؟ هل أحببت في أحدا؟ هل أبغضت في أحدا؟ فيقول لا، فيقول خذوه إلى النار، خذوه إلى النار.